احنا وفاروق كلامنا بالفوز طبعا والحديث عن الفوز للنادي الاهلي اول امبارح على سان جورج طبعا الاثيوبي، والماتش اللي كان ناس كتيره جدا بتتوقع المستوى بتاعه والنتيجه بتاعته وغيره. لكن احنا بنتكلم هنا عن التاهل لمرحله دوري المجموعات الحمد لله من بطوله دوري ابطال افريقيا. وخليني اقول لحضراتكم برده مكاسب كتيره جدا حققها النادي الاهلي من شكل الفوز تحديدا. انت بتتكلم كمان في قوه موجوده من بدايه الموسم بشكل كبير جدا، بغض النظر بقى عن اول بطوله واول مش عارف ايه. انت ممكن زي ما قلنا ده يكون افاقه كنا محتاجينها جدا وقتها. بالمناسبه يا فاروق برده لو تتفق معايا، الموضوع ما كانش ليه علاقه بتقصير من اللعيبه قوي في الملعب على قد ما كان يعني زي ما تقول ايه، المباراه كانت بتتلعب تحصيل حاصل، فهي الحته المعنويه وما كانتش ليها علاقه ابدا بالحته الفنيه الخساره دي، لو انت تتفق معايا. انا متفق تماما، اعتقد الحته المعنويه ومدى تاثيرها على لعيبه النادي الاهلي، ومستر كولر بيقدر يجيد هذا الامر في تهيئه اللاعبين وانه يقدر يستغل الناحيه المعنويه بالنسبه للاعبين. صحيح. ونهاوند يعني دي شهاده ليك انت فيه، بتركز على تفاصيل يعني مهمه جدا اللي بيتكلم فيها او اللي يتكلم في هذه الامور ويكون حد قريب جدا من اوضه اللبس في النادي الاهلي من الفريق الاول في النادي الاهلي، فاعتقد نقاط بتبقى مهمه جدا. صحيح، وانا بتفق معاك كولر فعلا، واعتقد كلنا شفنا النقطه دي. كولر عنده القدره ان هو يهيئ اللعيبه نفسيا سواء بعد هزيمه او بعد، يعني الحمد لله عندنا الهزائم قليله جدا، بس بعد حتى لو كسبت مباراه بس ما لعبتش بالمستوى اللي يليق بالنادي الاهلي او حتى فزت بفوز عظيم جدا، الراجل عنده هذا المدير الفني، وانا قلت الكلام ده كتير جدا، عنده القدره ان هو يلعب على الشق النفسي. حتى انت شفت في لعيبه كتيره جدا جت مع كولر من بدايه قدومه للنادي الاهلي وتوليه مهاب طبعا تدريب الفريق الاول، حسيت ان في لعيبه استعادت روحها مره ثانيه. كان في المواسم او الفترات اللي فاتت قبل قدوم كولر يعني ربما كان في تذبذب في كمان مستواهم الفني، لكن مع قدوم كولر في يعني تطور حصل، ومش بس التطور ودي النقطه الاهم، انت بتتكلم عن تطور مستوى اللاعب واستقرار كمان. بالزبط. فده نقطه حلوه جدا، يعني ما تشوفش مثلا كهربا في ماتش بيلعب كويس جدا ومع كده ماتشين ثلاثه وحش، بالعكس. واعتقد كمان يا فاروق لو تتفق معايا الصفقات الجديده ادت دفعة اكبر، ويمكن ده اللي انا شفته في كهربا تحديدا. لما تيجي تتكلم وهو مش كومبيتيتور او منافس، بس انت فريق واحد، بس لما تيجي تتكلم عن مودست وتيجي تتكلم عن كهربا، انا شفت امبارح كهربا وده الامبريشن او الانطباع اللي انا خدته عليه، كهربا عايز ينزل اول ما يلمس الكوره عايز يجيب هدف، يعني كل لمسه كوره الكهربا حاطط في دماغه انا عايز احرز اهداف، انا مش عايز اضيع فرصه وجودي في الملعب باي شكل من الاشكال. رجعها بقى لصفقه مودست، رجعها بقى لان هو عايز دايما الجماهير تكون في ظهره. شفنا الاحتفال برضو بعد المباراه قد ايه هو كان سعيد، تحس ان هو بيقول لهم اه بالظبط. الصوره دي بقى مش اتعمل لها شير بالالافات. آه نشكر مخرجنا الكبير دكروري طبعا، كل حاجه لسه هنقولها بتتعرض والله. الصوره دي مش اتعمل لها شير بالالاف يا فاروق، اتعمل لها بالملايين. انا مش ببالغ، خش على تويتر، خش على اي سوشيال ميديا بلاتفورم، هتلاقي الصوره دي ناس كتيره جدا عامله لها شير. بالمناسبه كان من بره مصر، ناس كتيرة جدا كمان من بره مصر، ملهاش علاقة خالص بالمصريين، فمشهد كان جميل جدا. خليني كمان أقول لا، أنت لسه في بداية موسم، بس أنت عندك أكتر من بطولة كمان تنافسية في المرحلة اللي جاية، مهم جدا إن احنا ناخد الأمور أكيد خطوة بخطوة، لأن الموسم ده زي ما حضراتكم عارفين مزدحم جدا ومفيش كمان وقت للراحة خلاص، غير عندك كمان ارتباطات منتخب الأول بتاعنا، وأكيد لاعبي النادي الأهلي كمان الدوليين هيكون عندهم أكتر من تحدي صعب جدا. فالموسم الحالي لا صعب، وخلينا نقول خلصنا المرحلة الأولى الحمد لله من دوري ابطال افريقيا، مرحله التاهل لدوري المجموعات، وخلينا نقول بنتيجه كانت مثاليه على سان جورج ذهابا طبعا وايابا، ونتيجه تكلم هنا 3-0 4-0، وما اعتقدش احنا كنا متوقعين نتائج او سكور اقل من ده يعني.